لو رحنا بقى للمباراة نفسها، مباراة المريخ. مباراة المريخ كان فيها لحظات كتير جدا متباينة. مباراة المريخ تقدر تشوف فيها أفضل حاجات موجودة في النادي الأهلي في البطولة الحالية، وأكتر حاجات فيها مشكلة موجودة في النادي الأهلي البطولة الحالية. النادي الأهلي هجوميا حتى لو عندنا بعض النقاط اللي بنتكلم فيها، لكن النادي الأهلي ماشي بشكل جيد هجوميا في البطولة، 6 أهداف في 5 مباريات، ولكن دفاعيا عندنا مشكلة كبيرة جدا، وهي إن إحنا دايما 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 سهل اختراقنا. ببساطة يا جماعة، الملعب متقسم زونز، وهي عبارة عن مناطق. لما ترسم الشكل الخططي أو الشكل الخاص بالملعب على مستوى النقاط والمساحات، طيب الزونز دي عندنا مشكلة فيها واضحة جدا في نقاط رئيسية هي أهم نقاطك الدفاعية، زي حاجة زي زون 14 اللي هي في عمق ملعبك الدفاعي أمام الاثنين السنتر باكس، وتحت الاثنين الخاصين بالارتكاز أو الميدفيلدر، وكمان في فكرة الهاف سبيسز ما بين الفول باك والسنتر باك، كمان عندنا مشكلة فيها. طيب عشان ما نروحش لحاجات تفصيلية قوي من غير صورة، في النهاية أنت بيتم اختراقك بسهولة. أنا شفت الأوقات اللي لعبنا فيها ب3-4-3 في الدوري كان عندك علاج للمشكلة دي، بس مش معنى كده إن أنا طول الوقت وأنا شايف إن خطة 4-2-3-1 في النادي الأهلي خطة لها كفاءتها الهجومية اللي أنا واثق فيها جدا وبشوفها في أرض الملعب، وكتير جدا من اللاعبين بيكونوا في أفضل أماكن ليهم وعلى رأسهم قفشة، مش معناها إن أنا أبقى عندي مشكلة دفاعية، وده اللي أنا عايز أقوله. معناه انه طول الوقت يبقى عندي سلبيه دفاعيه طول ما انا بلعبها، وان يكون الحل في تغيير طريقه اللعب. لا، من جوه 4-2-3-1 اكيد نقدر نشتغل عشان نعالج المشكله الدفاعيه. كمان المساحه اللي خلف معلول، انا مقدر ايجاد معلول، ودايما قلت لكم في الحلقه اللي فاتت وانا معاكم ان القصه بتاعه معلول فيما يخص المساحه والتغطيه ما ينفعش ناخدها ونقول ان معلول كبر في السن. لا، معلول كان لحد فتره واجباته حتى الدفاعيه افضل، ولكن اللعب مرهق جدا. كل ده نقدر نعالجه داخل الملعب. هجوميا لا، كان شكلنا كويس لما كنا مقررين ان احنا نرجع في المباراه وبشكل كبير رجعنا، ولاعبين كتير صنعوا الفارق. خليني بس انا نقطه الفورميشن 3-4-3 و4-2-3-1 و4-3-3، انا مش بشوف هي العامل المؤثر قوي. ليه؟ لان في مباريات كتير، يعني مباراه الهلال السعودي انت لعبت 4-3-3 وقدرت تسجل وتفوز 4-0، حتى قبل الطرد كنت انت قادر تسجل من البدايه، لكن ده مش معناه ان مفيش عندنا مشكله، وبرده مش معناه ان احنا لو احنا لعبنا ب 4-2-3-1 يبقى مش قادرين نحل المشكله. ليه؟ لان انا هفكركم بالموسم الماضي. الموسم الماضي كان عندنا تباين ملحوظ جدا في مستوى النادي الاهلي دفاعيا في مسابقه الدوري، ومستوى النادي الاهلي دفاعيا في بطوله افريقيا، ويمكن كان ملاحظ بشكل كبير جدا ان انت في الدوري بتقدر تستقبل اهداف بطريقه 4-2-3-1، لكن لما بتروح تلعب على مستوى اعلى وفي بطوله افريقيا وفي مباراه نوك اوت بيكون تركيزك اعلى، بنفس الطريقه قادر ان انت تطلع بنظافه شباكك. ولو انت عايز تفوز بالبطوله ال11 او البطوله الثالثه، اول قاعده ما يدخلش فيك اهداف في مباريات النوك اوت، وده اللي حصل السنه اللي فاتت تحديدا. السنه اللي فاتت انت استقبلت اكبر عدد من الاهداف في مباراه الدوري على مدار تاريخ مشاركات النادي الاهلي في بطوله الدوري بالكامل وانت بتلعب ب 4-2-3-1. نفس السنه، نفس الظروف، نفس التوقيت، نفس المدير الفني، نفس اللاعبين، كنت بتلعب امام صن داونز مباراه الذهاب في الدور الثمانيه نوك اوت، قادر تحافظ على شباكك نظيفه هنا، وسجلت هدف لطاهر محمد طاهر، وقدرت تلعب كومباكت وقدرت تلعب على استغلال المرتدات، وبالفعل سجلت هدف في الدقيقه 90 وطلعت بالنتيجه 2-0. فده كان خروجك كلين شيت هنا، هو ده كان بدايه الصعود ليك في جنوب افريقيا، وقدرت تسجل هدف، فانتهى الامر اكلينيكيا، طلعت 1-1، وكان صن داونز محتاج يبقى 4-1 عشان يصعد. نفس الظروف مع فريق قوي وفي نصف النهائي امام الترجي التونسي. تخيل انت مع كامل احترام الفرق الدوري بتستقبل من فرق ربما يعني بتعاني حاليا من الهبوط، وربما فرق هبطت الموسم الماضي، ولكن امام الترجي التونسي وفي رادس وفي تونس وظروف صعبه جدا وتاخير المباراه لمده ساعه، وقادر تطلع بكلين شيت من هناك وبتسجل هدف يجي يفتح لك الطريق هنا، وهنا لم يغرك الفوز هناك في تونس، ولم يغرك كبرياء فكرة البطل فتنزل فاتح خطوطك فتستقبل هدف يربك لك حساباتك في المباراة. لا، كنت محافظ على أنك في تحفظ على أن ما يدخلش أيضا مرماك أي أهداف، قدرت تسجل 3 أهداف.
اتكرر الامر امام كايزر تشيفز، فريق قدر يطيح بالوداد في الدور نصف النهائي وعنده قدرات دفاعيه ومرتدات عاليه جدا، وده اللي فاز بيه امام الوداد حتى في المغرب، ولكن قدرت تحافظ على نظافه شباكك فتفضل فرصك دائما في الفوز في المباريات الصعبه قائمه، انك تسجل هدف فيتفتح المباراه. فانا متاكد ب 4 2 3 1 ب 3 4 3 ب 4 3 3 لو قدرنا نلعب بنفس التركيز اللي لعبنا بيه البطوله الماضيه في دوري ابطال افريقيا في المباريات المهمه، اعتقد وركزنا في نظافه شباكنا نقدر باذن الله نحقق البطوله الثالثه. التركيز عامل مهم في كره القدم، ولكن انا ما زلت عند رايي ان حتى تحويل الطريقه من موسيماني داخل الدوري هي قناعه مطلقه ومبرر واضح جدا ان الطريقه دي هتساعدني دفاعيا اكتر من طريقه تانية. ده اوتوماتيكلي طالما انا لجأت ليها داخل مباريات الدوري، وانا قلت في وقت ما اللي هو موسيماني يعني ان انا عندي مشكله دفاعيه وعندي مشكله في استقبال الاهداف، فاذا هي جزء من الحل. اللي انا بعنيه واللي انا مصر عليه ان داخل 4 2 3 1 لازم تكون اكثر بقى تركيزا زي ما اسامه قال لكم، لان فكره التركيز مهمه جدا، واكثر كمان عملا على بعض النقاط وبعض التمركزات للمدافعين مهمه جدا، والتقارب بين الخطوط طبعا، لان في واضح جدا في شكل اللعيبه ان التقارب بين الخطوط مسافه بين راس الحربه والسنتر باك بيبان. لا كمان احنا مش بنتكلم ما بين الخط نفسه وخطه، وما بين انت كمان بتتكلم الفلانكس الاثنين عندك انت فاتح جدا، ده اللي بيأثر عليك في الكفرنج. لما تيجي عليك كرة عكسية وعندك فول باك متقدم وتبدأ ترحل، الترحيل بيكون متأخر، فعشان كده بنيجي في مواقف كتير جدا حتى من غير صور استرجع كده هتلاقي لا عندك الكثافة العددية في التغطية فيها مشكلة، فالقصة دي محتاجة تتحل.